أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم برنامج مشهور وبرنامج معروف متخصص بالأعشاب، الطب البديل والوصفات المجربة من الأعشاب، من الطبيعة، من مجربات أجدادنا. كانوا يستفيدوا من البذور والأوراق والأعشاب والجذور، وما شاء الله عليهم بوصفاتهم اللي تناقلناها وتناقلوها أجدادنا قبلنا، وكانوا يستفيدوا من خصائص الأعشاب وفوائدها ويعرفوا أضرارها. هاي مضرة للحامل، هاي مجهضة، هاي للاستفراغ، هاي للإمساك، هاي للإسهال، هاي سامة. فكان عندهم الخبرة، سبحان الله بالخبرة. بتخرج من الجامعة اليوم بيحكوا له شو عندك خبرة؟ هي الحياة الخبرة، هي اللي بتعلم الجميع. للي بتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة. واليوم البذور، كيف كانوا أهالينا يستفيدوا من النعم اللي موجودة بين إيدينا. لكن اليوم راح أتكلم عن بذرة معروفة، البرسيم الحجازي، بذور البرسيم الحجازي وأوراق البرسيم. هل الناس تقول لك يا عمي البرسيم هو غذاء للحيوانات، للأبقار والخراف وما أعرف إيش، هذا المتعارف عليه؟ نعم، لكن بيجهلوا حقيقة فوائده الصحية المتعددة للإنسان. بذور البرسيم، والبرسيم هو غذاء للحيوانات صحيح، لكن هو مغذي للإنسان، مفيد للإنسان، استخدموه حتى الصينيين، الشعب الصيني في العصور القديمة، وكانوا يستخدموه كدواء فعال للكثير أو للحد من الكثير من الأمراض والعيوب الصحية والأمراض المستعصية. يا ويل قلبي أنا، بذور البرسيم وأوراق البرسيم. لكن البذور موجودة عند أكثر العطارين إذا مش كلهم. البرسيم الحجازي أو بذور البرسيم الحجازي إلها خصائص مذهلة لأبداننا يا أخوان ويا أخوات ويا متابعين. فبالتالي كانوا يسموه أبو النباتات. هو نبات عشبي إله زهور بنفسجية وصفرة اللون وطعمه محبب ومستساغ، وهو نوع من أنواع الخضروات الورقية بيزرعوه الآن كثرة، فبالتالي بيحتوي على الكثير من المعادن، من أهمها الكالسيوم والنحاس والزنك. إيش الزنك والنحاس؟ معقول؟ نعم، غذاء، والله إنه دواء. والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامينات هامة، فيتامين A وها يا سلام، وفيتامين B، شوفوا كل هذا في البرسيم، وغني بالبروتين، فلذلك بينصحوا فيه أحيانا للتسمين ولإدرار الحليب. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من خصائصه لأبداننا، من أهم فوائد بذور البرسيم. بتنظم هرمونات الجسم للذكور والإناث بشكل عام، وتنظيم الدورة الشهرية للنساء. هذه مجربات أجدادكم، احنا حكينا آلاف السنين كانوا يستفيدوا منه ويستخدموه لإيش؟ لإيش؟ بس يطعموا للأبقار والخراف والماشية، لكن له فوائد جدا عظيمة. إذا مفيد للهرمونات للرجال والنساء، أيضا تنظيف الجسم من الدهون والسموم والفضلات، سبحان الله، المتراكمة في أبداننا وخاصة في الجهاز الهضمي. البرسيم وأيضا تناول بذور البرسيم أيضا من الأمور الخاصة والمعروفة في بذور
البرسيم، والبرسيم انه بخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي بيحمي قلبنا وبيحمي شراييننا، حماية من الأمراض، حماية من تصلب الشرايين والدهون والكوليسترول الضار. شوفوا هالبذور الموجودة عند كل العطارين أو العشابين، لكن ما نطول وإحنا نستخدمه 10-15 يوم فقط لأي مشكلة كانت عنا، لكن نداوم عليه إله مضار. وكل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده، ملعقة صغيرة من البذور على كوب من الماء يصب عليها الماء الساخن، نتركها تتنقع نشرب المنقوع، أو مع اللبن مطحون ملعقة صغيرة مع علبة لبن الرايب. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يستفيدوا منه أجدادنا والصينيين التهابات المفاصل، للحد من التهابات المفاصل، وكانوا يعتمدوه أنه هو دواء. لكن وتقوية وتنمية العظام، مشاكل المفاصل، هشاشة العظام، وكثافة العظام، وللكسور، سبحان الله. شوفوا وين الخصائص، بيمنح هشاشة العظام، بكثف العظم، اللي خايف على عظمه يروح كله بيبسي وكولا ومش عارف شو الناس تشرب. فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة. شوفوا لحاله دواء، لحاله بكثف العظام، ضد هشاشة العظام، التهابات المفاصل، فبالتالي الفضلات المتراكمة في أبداننا، والدهون والسموم والكوليسترول، كل هذا في هذه البذرة رخيصة الثمن، رخيصة والله العظيم رخيصة، وموجودة عند كل العطارين. أيضا من خصائصه أنه بيخفض نسبة السكر في الدم من المجربات، فلذلك اللي بيتناوله يكون حريص انه يهبط السكر معاه. تصوروا لوين؟ بذور البرسيم. يعني انا ما بنصح مريض السكر يتناول ويتناول ادوية بروح بغيبوبة، اما اللي بيتناول منه خفيف بدون ادوية وسكره محافظ عليه، نعم مفيد باذن الله سبحانه وتعالى، لانه بخفض نسبة السكر في الدم. ايضا كانوا يستخدموه علاج ودواء لمشاكل وعيوب الكليتين والتهاباتها. اجدادكم، اجدادنا، احنا بنتناول الادويه وكوم كيس جنب روسنا، حب الصبح، بعد ساعه حبه، بعد ساعتين حبتين، نسيت الدواء، قبل ما انام لازم حب الدواء. وين راحوا كلهم على هالمصفايه على الكليتين؟ خلينا نتقي الله في أبداننا، خلينا نعود للطبيعة، خلينا نعود. أجدادنا كانوا عمروا بأعمارهم والله العظيم، اللي كان عمره 70 سنة يقولوا له بعدك شاب، والله لا يروح على دكتور أسنان يخلع أضراسه ولا يلبس نظارات زينا، أولادنا بدهم يروحوا على المدرسة ما يشوف أمامه. كانت عيونهم عيونه، كانت صحتهم وكانت عظامهم ما شاء الله عليها، وكانوا يدخنوا السجاير لف، مش عارف أنا لا كان سرطان عندهم ولا غيره. إذن بخفض السكر، عيوب الكلى والتهاباتها، وتفتيت الحصى بيلعب دور في تفتيت الحصى، وآثار انحباس البول بذور البرسيم، ومدر ممتاز للبول، والله بنطعمي للأبقار والأغنام طعمهم برسيم، ولا شايفني باكل برسيم؟ نعم، خليها تاكل البقرة، يا ويلي على البقرة والخروف، لا عندهم سرطان ولا فشل بالكليتين ولا ضعف نظر ولا تفكير زيادة، نيالهم الحيوانات، ما بالكم غذاهم؟ ما بالكم؟ عمركم شفتوا خروف راح لعيادة ولا عمل أشعة؟ لأنه هذول الطبيعة، هذول اللي بيأكلوا أكل طبيعي هم وأجدادنا زمان. بعيد الشر، إحنا ما نقصد أنتوا بني أدمين وأنتوا على رأسنا معنا، لكن أنا والله هذه طريقتي إني أوصل المعلومة بالسلاسة، وأعتبر الكل أهلي وإخواني، وبرفع وإن شاء الله أنه يرتفع مقامكم بجاه النبي، لكن والله أنا أقرب لكم.
انه هالبرسيم وبذور البرسيم فوائدها فوائد عظيمة لكليتينا للكوليسترول، ضد تصلب الشرايين يا جماعة، بتخفض نسبة السكر بالدم، بتحارب الأمراض. شوفوا أجدادكم كانوا يوصفوها، لأنه كان أكلهم كله لحم، اذبح يجي ضيف، بتطالعوا في النازلة، مع أنه كانت الناس فقيرة ومستورة، لكن كانوا يستخدموه علاج للنقرس داء الملوك، وبيخفض حمض اليورك في الدم من فوائده بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم أنه مطهر للجهاز الهضمي والكبد والتهابات القولون، بيعالجها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومشاكل وعيوب المعدة احنا حكينا مين اللي بياكله، لكن احنا نتناول البذور، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أمراض الشيخوخة كانوا يستفيدوا من بذور هذه البذور، بذور العجيبة الغريبة البرسيم. كبار السن شيخوخة بشيخ، حتى بالأربعين ببين عمره 60. أمراض الشيخوخة كليتين، آية صدري، سوء التنفس، مشاكل والتهابات المسالك البولية، بروستاتا، صعوبة بالتبول، هذا كله كانت الحلول موجودة عند أجدادكم يا نايمين. ما بدنا نقول لك روح اكشف وما تكشفش، اكشف، خلينا نعرف شو عندك، لكن شوف المعجزة بالبذور والأعشاب اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا. إذا بساعد على تخثر الدم، وقف النزف، سبحان الله. شوفوا هذه البذرة العجيبة، بذور البرسيم، خصوصا البرسيم الحجازي. إذا بساعد على تخثر الدم، ضروري للي خايفين وعندهم نزف بالمعدة وسائر الجسم، فبيخفف بإذن الله سبحانه وتعالى بوقف النزف. هذول أجدادنا كانوا يوصفوه، والتجارب العلمية الآن بتحكي شيء الكثير عنه وعن خصائصه. إذا بيحتوي خصائص مضادة للفطريات والتهابات، وبيساعد على حل مشاكل الجهاز التنفسي، ومفيد جدا للمناعة وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض طالما في كل هذه الخصائص. بذور البرسيم أيضا الأنيميا، فقر الدم. عمركم شفتوا خروف ولا بقرة ولا جاموس عنده فقر دم؟ إحنا حديدنا نازل، ما بنوقف، بنكون قاعدين بدنا نوقف، بتلف فينا الدنيا فقر دم، بدنا نوقع، نزف حالتنا بالويل، أكلنا همبرجر وسندويشات وعلى الماشي، نومنا عمى، ما نعرف ننام، والنام مش نوم عميق، مش نوم اللي نرتاح فيه، بنقوم الصبح تعبانين ومكسرين. ليش ما نخلص في الطبيعة موجود عنا وأمور إن شاء الله إنها بتفيدنا، لكن ما نطول وإحنا نستخدم هذه البذور. إذا علاج الأنيميا، الحديد، فقر الدم، مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى هذه البذور. إذا مفيد جدا ضد الأورام، وضد الأورام اللي نازلة فينا وفي أمهاتنا وفي خواتنا، وأيضا بخفف من حدة السعال الديكي، البرسيم وبذور البرسيم الحجازي أو بذور البرسيم. نعم، خصائص عجيبة والله. حكينا كوليسترول الضار مفيد للقلب، الكثير من الأمراض بحلها وبيعالجها، أيضا مفيد جدا لصحة الشعر، وبيقويه وبيحميه من التساقط، وبيزيد نموه حتى الغسيل بمنقوع هذه البذور أو حتى الأوراق، خصوصا إذا خلطنا الأوراق مع عصير الجزر أو الخس. هذول أجدادنا كانوا يعملوا هيك، وكان شعرهم مش كريه ولا نهاية آخر شبر مكسر تالف، كان شعرهم جدايل جدايل، وكانوا يغنوا بالجدايل، وكانوا يحكوا شعر بالعيون مثل عيون الغزال، والشعر والوجه مثل البدر المدور. اليوم ما حدا يجيب سيرة لا بدر ولا شعر، كله كريه، كله صبغات، وكله ميش، وكل شوية مش عجبني اللون، لا والله شفت لون
عند صاحبتي أحلى من هاللون اللي أنا حاطيته، يخزي العين عليكي. الحلوة حلوة بقلبها ومشاعرها وأحاسيسها. الله ما خلق الجمال عند الكل، الإنسان بمشاعره بإحساسه بعيشته برغبة الناس لإلك، فبالتالي والله هذه لحالها علاج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أني اليوم قدمت معلومة سهلة ومعلومة أمينة إن شاء الله رب العالمين، لكن كل الحذر من أنه نستمر في تناوله. اللي مناعتهم عالية ما يتناولوه، اللي عندهم مشاكل بالمناعة مناعتهم دائما عالية ما يتناولوه، المرأة الحامل ما تتناولوا، الأطفال ما يتناولوا. خلينا بصحتنا، اللي عنده المشاكل بإمكانه يستفيد منه. هرمونات الجسم بعدلها للرجال والنساء بشكل عام، وبنظم الدورة الشهرية للنساء من خصائصه، وبنظف الجسم، هذه البذور، بذور البرسيم والبرسيم، بنظف الجسم من السموم والدهون والفضلات المتراكمة في الجسم، وخاصة في الجهاز الهضمي. أعدلكم الخصائص العظيمة، وبخفض نسبة الكوليسترول بالدم، فبالتالي بحمي قلبنا وبحمي شراييننا والأوعية الدموية، التهابات المفاصل وتقوية وتنمية العظام وزيادة كثافتها، وبمنع هشاشة العظام. والله أجدادنا، والله أجدادنا لما العجوز أو الحجة الكبيرة السن يعني تحكي لك روح جيب لي بذور البرسيم، كنا نضحك عليهم ما نعرف، لكن عرفنا لما كبرنا وتعلمنا وصار عندنا خبرة بسيطة. روح على العطار طلع من هون الفلوس تكون مخبيتها. نعم هذول أجدادنا. إذا بخفض نسبة السكر بالدم، لكن حذاري إنك تتناول أدوية تتناوله. الدكتور منظم لك السكر، إذا أخذته بهبط السكر عندك، لكن بشكل عام إذا ما بتتناول أدوية نعم بهبط لك السكر وبنزل السكر في الدم. مشاكل العيوب الكلى وعيوبها والتهاباتها، وبفتت الحصى ومشاكل إدرار البول بحلها بإذن الله سبحانه وتعالى. النقرس داء الملوك اللي بيظلوا يأكلوا لحم وشوربات عدس وفاصوليا ومش عارف شو، وبيعملوا لهم حمية. نعم إذا علاج لمشاكل الشيخوخة، الهرم، الأمراض الكثيرة، الالتهابات، الفطريات. نعم اقرأوا اقرأوا وتمعنوا، كل كلمة ما بحكيها إلا صحيح، والله ما أزيد هيك، والله ولا هيك أزيد، لكن كل شيء أحكيه مثبت أبدا. أنا إلي 15 أو 16 مؤلف في العالم، فبالتالي خصائصه إذا بيقاوم الأمراض، بكفي إنه بيقاوم الأمراض، فطريات والتهابات، وبيقوي جهاز المناعة. لكن اللي عندهم دائما مناعتهم عالية أو خلل بالمناعة ما يخ رجع، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. الأنيميا فقر الدم، السعال فصل الخريف فصل الشتاء، فنستفيد من هذه البذور، بذور الرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى الكل يستفيد من نعيم الله ويبعد ضرره عنكم. وحكمة بدي أحكيها، كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. بكفينا 10-15 يوم، ملعقة صغيرة بدل الكبيرة، على كوب الحليب، على كوب مية نصب عليها المية السخنة، بدنا نسفها ونشرب وراها القليل من الماء، هذه بعض الطرق. وعلى علبة لبن يا غورت لبن الزبادي نحرك نص هالملعقة أو ملعقة صغيرة نخلطها فيها وناكلها مثل الأطفال. خلينا نستفيد من هالقدرات لهذه البذور المشهورة ومعروفة موجودة عند كل العطارين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيكم خيرها ويبعد شرها عنكم، ويستفيدوا ويستفيد أجسامكم، وربي يحميكم من الأوبئة والعدوى. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة، كنت معاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها. سلام الله عليكم، وروحه ورحمته وبركاته.